ينضم معنا من بغداد للحديث عن التصعيد في الاعتصامات والتظاهرات من قبل المتظاهرين لا سيما في بغداد والنجف وتأكيدهم أيضا على مطالب ثورة تشرين ومواجهتهم بالعنف من قبل الحكومة وميليشياتها. ينضم معنا السيد عادل الجبوري الناشط في التظاهرات. أستاذ عادل، بداية مرحبا بك. يعني هل حدثتنا عن هذا التصعيد الشعبي في العراق لا سيما في النجف وبغداد وكربلاء والقادسية؟ ما هي أهدافه؟ نعم، منذ انطلاق الثورة في 1/10/2019 ولحد الآن الثورة لن تهدأ ولن تسكت إلا بتحقيق كل الأهداف التي رحى من أجلها بمئات الشهداء وآلاف الجرحى. تسقط العملية السياسية هو المبدأ الأول للثوار، إضافة إلى محاكمة من قام بقتل المتظاهرين العزل، إضافة إلى الفساد الإداري ومحاسبة رموز الفساد في العراق. وحكومة الكاظمي هي لحد الآن لم تتخذ أي إجراء بعملية الانتخابات الموجودة بأن يكون بالتبديل المفوضية الانتخابات المفوضية مستقلة. يعني لحد الآن المفوضية مفوضية محاصصة، فما الفائدة من انتخابات مفوضية محاصصة ومفوضية مسيسة أصلا؟ يوم أمس تم متابعة محافظ النجف في الفاسد ونزل إلى خارج المحافظة، وكذلك في الناصرية تم إقالة كل المدراء العامين لأن يشوفون الحكومة ولا تسوي أي إجراء، كل إجراء من الحكومة الحالية ما موجود. فالثورة تستمر إلى أن تحقيق الأهداف اللي رادوها الثوار. تأكيد المتظاهرين أن مطالبهم يعني ليست خدمية كما تصورها الأحزاب، يعني بل تصب في إسقاط النظام السياسي. إلى أي مدى أستاذ عادل نشهد ربما تطورا في طريقه للتعاطي أو في طريقه أيضا للتعاطي مع هذه الثورة في بالامتزاج مع المشهد في العراق؟ هي بدأت الثورة لتحسين خدمات المواطن العراقي، لكن لما شفنا ماكو أي إجراء طلبنا محاسبة الفاسدين. بدأ القتل للمتظاهرين، اليوم بدأت المطالبات أنه إسقاط العملية السياسية برمتها. العملية فاسدة من الأساس، ولحد الآن حكومة جديدة، حكومة السيد الكاظمي بها 2 من الوزراء فاسدين. يعني جابوا وزير المالية نفسه السابق خلوه عليه من أفراد فساد، خلوه وزير خارجية، جابوا واحد عليه 37 قضية في نفط البصرة وطالبين سحب إيده يجيبوا وزير نفط. إذا شو الفائدة من التغيير؟ وين التغيير اللي صار بالعملية السياسية؟ أي تغيير ماكو بالعملية السياسية. لذلك الثوار لن تهدأ أصواتهم إلى أن يتم إلقاء القبر على كل الفاسدين في العراق وإيداعهم إلى السجون أم حتى يرى يعني الشعب. يعني الفساد لا. الفساد هي صفة العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 إلى الآن، يعني وصلت حد الذروة لحد الآن. نعم، وجميع العملية السياسية ومن مشترك بها طبعا بشهادة حتى السياسيين أنفسهم أنهم فاسدون ومتورطون بعمليات فساد. المطالبة بمحاسبة نعم هناك يعني مطالبات بمحاسبة قتلة المتظاهرين والإفصاح والإفراج عن المعتقلين والمغيبين. عدم استجابة حكومة الكاظمي لهذه المطالب إلى أي مدى يؤكد أنها لا تختلف عن سابقاتها؟ لحد الآن المتظاهرين إذا ما يغيب لا يغتال. لحد الآن الحكومة غير قادرة على إيقاف اغتيالات الناشطين، يدخلونهم إلى بيوتهم ويقتلوهم، وهذه مو أعمال دولة. يعني الميليشيات الموجودة هي اللي تقوم عملية القتل والاغتيال دون محاسبة من الدولة. نشوف أنه الدولة ساكتة وراضية أو خائفة منهم، ما يتم محاسبة للقاتل. لذلك نشوف أنه يجب أن محاسبة القتلة أولا، ولحد الآن ما شفنا محاسبة أي شخص قام بهذه الأعمال قبل الحكومة الحالية. وهذا ما يريده طبعا المتظاهرون والثوار في العراق، يريدون إسقاط النظام السياسي، محاسبة قتلة المتظاهرين. لذلك يطالب المتظاهرون بإسقاط النظام السياسي. ويوم أمس في مدينة ديقار الناصرية تم إقالة كافة المدراء
الموجودين في المحافظة والمحافظ واستولوا بالثوار على المحافظة، لأن شافوا أنه الدولة ما تسوي شيء، الحكومة ما تتخذ أي إجراء، لذلك يبقى ثوار في النجف والديوانية والكوت وبغداد إن شاء الله إذا استمرت الوضعية بهذا الوضع أنه الدولة ما تستجيب للمطالب المتضحك. هناك طبعا عودة للتظاهرات بعد، يعني نحن الآن خلال مرحلة جائحة كورونا، هناك وعود قوية بعودة التظاهرات أشد من السابق خصوصا في بغداد والمحافظات أيضا، كيف ستسهم الموجة الجديدة في 30 من حزيران حسب توقعكم في إنهاء هذا الانسداد السياسي في العراق، خصوصا أنها ستحاول التظاهر أيضا في المنطقة الخضراء؟ هي التظاهرات مستمرة، لكن جائحة كورونا احنا نتوقف شوية الأعمال، أنه بس تستمر الثورة، وحتى لو جائحة كورونا موجودة تستمر الثورة ويستمر الوضع بهذا الشكل إلى أن تحقق المطالب. لن تهدأ ثورة الشباب العراقي نهائيا في بغداد والمحافظات، ويستمرون إلى أن تحقيق الأهداف التي جاءت الثورة من أجلها في 1 أكتوبر 2019. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الجبوري الناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد.